السلام عليكم. اول حاجه غادي دير مزيان مع راسك هي تبعد على الصداع وبلاصه الضجيج، وسرح ليا من القصه راها كامله مشوقه ورومانسيه وكلها حب. ايوا يا سيادي، ما تنساوش تدعموني بالبارطاج للقصه، واللي يبغى الانستغرام غادي يلقاه في صندوق الوصف. يلا نبداو القصه ديالنا. صباح جديد، شمس مشرقه ولامعه، تبت الحياة والأمل بخيوطها الذهبية. دخلت الغرفة صفاء اللي كانت جالسة مشات شعرها قدام مرايا، شعرها عسلي وحريري. ساهية تفكر فيه، غيكون ناعس دابا ولا غيكون خارج ولا باقي في الخدمة. تتسول في دماغها شنو غيكون كيدير. بغات تعيط ليه مي تتحشم تخاف تفيقو ولا كان ناعس ولا يكون في شي اجتماع وتصدعو. جمعات شعرها تاني بعد ما مشطاتو هي راسها، ملامح ديالها حزينة، بغات تشوفو وتسمع صوتو. واش هكا كيكون الحب؟ ولا يمكن هي فاتت مراحل الحب بدرجات؟ زاد تليفونها ودخلات الواتساب، قلبت على نمرتو تلقاتها عمرها مدواو فيه، وبقات كضحك. بقات مضاربة غير مع راسها، واش تصيفط ليه ولا لا؟ واش تقول ليه كاع ولا لا؟ واش تكتب ليه ولا لا؟ تكتب وتعاود تمسح. تفقصات وحطات وهبطات لتحت، فترات وجلسات تاني تتهضر مع سامية ولا تتفرج في التلفازة وهي تتفكر في ذاك التيليد. طلعت تاني البيت وهبطات معها تليفونها وهي تتلعب بيديها، تفكرت آخر كلمة قالها لها استودعك الله. ضحكات بخجل، ما كانت متوقعة منه هاد الكلمة. وبالضبط دخلت الجوجل وجبدت الموضوع على الصلاة وأحكامها وكل ما كيخصها، ونسخاتها وصيفطاتها ليه الواتساب وهي تترعد غير راسها. ما عرفاتش كيفاش غتكون ردة فعل ديالو، واش غيتقلق واش غيتعصب بحال ديك المره ملي قالت ليه باللي بغات تعاونو. استغفرت الله وحطات تيلي فوق السداري ونادت تصلي هي وسامية الظهر. بعد ما صلوا صلاتهم جلسوا تتغداو في صمت حتى نطقات سامية حبيبة عيت عليك سيف، واش وصل بخير؟ صفاء بحزن لا ما عيتش. قالت ليها غيكون غير نسى، انا راه ملي تسافر ما كعيط ليا حتى كنصوني انا. قالت ليها يمكن. ايوا قالت لها ايوا دابا عيط ما تقلقيش يا صفاء. صفاء قالت لها ان شاء الله. سامية تكب الماء في الكاس. اش خبر ماما؟ شحال هادي ما شفتها، توحشتها. صفاء ابتسمات، عيطات لي ولد البارح لاباس عليها يسول فيك خير، هي نيت قالت لي نمشيو عندها انا وياك. سامية شربات الماء وحطات الكاس، قالت الحمد لله واخا وقت ما بغيتي نمشيو نمشيو. قالت لها صفاء ان شاء الله. كملوا غداهم في جو ديال الهضره اللي ما متقاداش، موضوع يجبد موضوع. جمعوا الطبله، طلعت سامية لبيتها، اما صفاء رجعت الصاله. شعلت التلفازة وبقات تتفرج في البرنامج الديني تعجبها، حتى سمعت تليفونها كيصوني وفيه ديال الميساج. وطرات حمارت وخضارت غير بوحدها. زادت تيلي ولقات الميساج في الواتساب، دخلت لي ولقاته من عند سيف نيت. سدت عينيها وحشمانة وخيفة، حلات عينيها غير بشوية ولقاته بعت لها شكرا وفي واحد الايموجي ديال الضحك. قد غير تشوف قلبها تنبض بحنون. جاوباتو بديها للترشف العفو، يلا غتسول على كيف داير. وداك الشيء طلع ليها باللي اونلاين، وهي تخرج من الواتساب وطفات الويفي بالخلعه والحشمه. جلست مره مره تضحك غير بحدها. شكرها يعني ما تقلقش، يعني عجبو داك الشيء اللي صيفط ليه، يعني عطاها اشاره باللي اي حاجه منها مسموحه اي موضوع. داز اسبوع هكا تتصيفط ليه مواضيع على الدين وكيشكرها، ومره مره تهضروا مي غير كيسولوا بعضياتهم على احوال كل واحد منهم لا غير. الشوق والحنين المتملك قلبين مشتاقين لبعضهما، مي ما قادنش يقولوا والو. هبط من الطائره هو شخص اخر، شخص مختلف على اللي طلع في الطائره المره الفايته. هالشخص تائب متقي ومتغير، تاب الله عز وجل على أخطاءه ومعاصيه، والله غفور رحيم وباب التوبة دائما مفتوح، والله هداه الطريق المستقيم طريق الحق. شخص متفائل هادي
وغير شوف فيه تقول ليك هو شحال مرتاح والنور اللي في وجهه دار ليه هيبة شكل خاصة، واللي داز من حداه كيبقى يشوف فيه كي حنا عينيه من اللي تدوز من حداه شي واحد ولا شي أنثى، سيمانة تبدل فيها كل شي، صلاتو عمرو قطعها ولو ما نعرف اش يكون عنده، ثقافته الدينية زادت وساعت، وخا باقي متعلم كل شي ولكن أحسن من قبل، كل شي بفضل الله وبفضلها، حبيبة قلبه لنورات حياته، قلبه روحه ودلالته على الطريق الصحيح، لقى الشيفور كيتسناه بتسم ليه وطلع قدام حدا الشيفور، كان حيد القبس من يده من اللي كان مسافر، وصلوا الشيفور للفيلا، هبط وهز لافاليز ديالو ودخل، ملقى حتى واحد في الصالة، أصلا ما كانش عالهم باللي غيجي، طلع البيت وملقاهاش، وشحال كان باغي يشوفها، شوقوا ليها قد المحيطات اللي في الدنيا، حط لافاليز وهبط تاني عينيه تقلبوا جر عليها ما لقاهمش، وعيط على امو في التليفون قالت لي باللي هي وجاسم عند عمو وصفاء عند والديها، قطع معها ومشى خرج ركب في اللوطو وكسيره لدار جلال، نسب اللي قالت لي غتمشي عند والديها ما هي الا ثواني حتى كان قدام الدار، هبط من اللوطو وقف قدام الباب خدا نفس عدق الباب دق جوج مرات وتحل الباب، كان جلال ابتسم وسلم عليه ودخلوا للدار، جلسوا في الصالة كيسولوا جلال على أحواله، سيف ممعاش يقلب غير عليها بعينيه، بغى إمتى غير إمتى يشوفها ولكن ما بانش ليه، لاحظ جلال نظراته، سيف ابتسم قال لي جلال راه ما كايناش هنا، مشاو العرس بنت عمتها غتكون قالتها ليك، سيف حشم مسكين لهاد الدرجة نظراته فاضحينه، حنحن بشوية نسيت ممكن نعطيني العنوان، جلال ضحك قال لي واخا مرحبا، اعطى العنوان الدار وخرج، واخا قال لي اجلس اشرب اتاي عادي مشي مي الحب ما يشاور، ركب في اللوطو كسير العنوان كان قريب، حط اللوطو في راس الدرب وهبط وكاع الاعيون ولات عليه، شي من شراجم شي من سطوحة شي كيدوز عليه في الطريق، المهم حاضية خدامة سوى على الدار وشيروا لي عليها، مشف اتجاهها وقف قدام باب بلباس الأنيق والفخم، كانت الدار من جوج طوابق وسط حي شعبي، دق جوج دقات كيف العادة، وقف يتسنى يحلو الباب متوتر وكيفكر فاش غيدير من اللي يشوفها ولا شنو غتكون ردة فعلها، سمع شي حد هابط من دروج وكيجري تحل الباب، طلعت بنت صغيرة غتكون عندها ديك 12 عام، بقات غير تتشوف في سيف، هاد النوع تتشوفو غير في الأفلام والمسلسلات، قالت لي نعم سيدي، قال لها واش ممكن تعيط لي على صفا، البنت تتشوف في بتساؤل، واش صفا اللي كدير نقاب، ولا صفا اللي تطلق شعر، سيف ابتسم اللي تدير نقاب، البنت ابتسمت حتى هي، وشكون نقول ليها، قول ليها سيف راجلك، البنت ضحكات قالت لي واخا تسنى شوية، قال لها واخا، ردات الباب غير بشوية ما سداتوش، طلعت تاني بجري في الدروج، وبقى سيف واقف كيتسنى، جبد تليفونو كيخربق فيه، بين ما جات دخلت البنت على العيالات الصالون كبير، فين جالسة؟ حنان بنت عم صافا العروسة، تحني، الصالون كبير وتقليدي بزاف، العيالات جالسات شي تهدر وشي كيشطح، ووقفات البنت تتنهج قدام الصالون، البنت بالغوات. قالت لي خالتي صافا اللي تديرنا النقاب، سكت كل شي كيشوف فيها وكيضحك على حماقها، صافا جالسة حدا حنان لابسة قفطان في القرونة مطروز بالطز الغالي وفي أحجار كريمة تلمع مع الشعر في القرونة كذلك وشربيه في البيض، دايرة المكياج بعد ما صرت عليها حنان ديرو، بما أنه ما يمكنش رجال جاها تحمق وزادها جمال على جمال، نعم قالت لي راجلك لتحت عرفتيه كيشبه لدوك اللي كيبانو في التلفازة، صفاء صدماتها نارت وقفات واش كاين لتحت، حنان تتنفس ليها النقاشة، سمعتي باللي جا وتفيتي كون هذا كله حب، حسنا جالسة حداهم رعات لي راسي بيه، سيري حنينتي سيري شوفي حبيب القلب، حنان تتشوف فيه بالميكاب غيغلب
ويا صفاء حشمان وتتعرض سكتوا سكتوا. وحنان وصفاء كيضحكوا عليها، خرجت من الصالة والعيالات يضحكوا معها، أصلا كاملين غير من العائلة. مشات البيت وهزات نقابها الأسود والفوقاني ديال واحد العباية في الكحل محلولة وفيه وريدات في الجناب والدونتيل، حيت الفوق كاينين رجال عمامها ولاد عمامها لبساتو فوق قفطان وديها مزوقين وما سهنوش من ارتجاف، ما عرفاش كيفاش غتلاقى به. توحشاتو بلا قياس، لبسات نقابها وخرجت هابطة في الدرور وتتوجد اش تقول وشنو تدير. حلات الباب شوية وطلات عليه، قلبها بغى يوقف. زاد زيان وتبوقس، يمكن من النوع اللي ولا وجهه، حطات ايدها على قلبها تحاول تهدئه. وحلات الباب مزيان، شافها سيف وجا عندها يتفحصها بعينيه، ملامحه هادئة عكس شنو حاس به. دخلاته لداخل غير حتى الدروج وسدات الباب باش ما يبقوش واقفين برا، يشوف فيها ويدي تشوف فيه بعينيها لمكحلاهم ودير ليهم ماسكارا كيبانو قتالة. قرب منها وهز داك النقاب وبقى مصدوم، فيه الجمال دا كله، هاد الزين كامل ديالو بوحدو يقدر يشوفو بوحدو. خدودها حمر اللي قراب انفجروا من قوة ما هي حشمانة ولا شفيفها اللي كيبانو مغرين بيدك العكر اللي زاد جمالها اكثر واكثر، ولا عينيها اللي خلوه خارج على طوعو. صيف بالصوت هادي وفيه بحة زوينة، السلام عليكم. صفاء صوتها كيرجف وخفيف، وعليكم السلام. سيف كيشوف في عينيها لبس عليك، قلت لي لابس الحمد لله. وانت امتى حيدت القبس؟ قال الحمد لله والبارح. قلت لي واش مبقاش تضرك؟ قال لي الحمد لله لا، ولكن كتضرني بلاصه اخرى. قلت لي وفين؟ قال لي هنا في قلبي. صفاء نغزات وبعدت عينيها عليه. بغيت يطلع كاين عمام الفوق. صيف عرفها بغات تبدل الموضوع، قال لها لا غير نمشي نرتاح، كنت بغيت غير نشوفك. صفاء بقات كتشوف فيه. صيف تنهد بحب، امتى غيصير العرس؟ صفاء هضر وعينيها في الارض، اليوم غيجيو ديوها. صيف ابتسم واخا اللي نجي نديك. صفاء عينيها باقيه في الارض ما قادرش تشوف فيه، وهي تقول لي واخا دابا ما غاديش تخليني نشوف عينيك. صفاء هزت راسها فيه وهو باك يشوف. صيف قرب منها وشد ليها وجهها بين يديه الكبار والدافئين وهي ترعد. حنا عند وجهها وطبع قبلة دافئة صغيرة، قبلة حب اخدها الوردي وقال لها توحشتك. صفاء بقات غير كتشوف وحش مانا وما قادرش هزر. جاوباتو بصوتها الحنين المرتجف، اح حتى انا. سيف باسها في جبهتها بوسة طويلة، باغي يطفي غير شوية من النار شوقو ليها. بعد عليها شوية، يلا طلعي اللي ندوز عندك. صفاء يطلقها تخف، حس براسها طايرة في السماء. قالت لي واخا، خلاته واقف وطلعت ورجليها راشين ما قادنينش يهزوها. طلع في الدروج حسات بشي حد هابط، هزات عينيها بشوية وتلاقت عينيها بعينين ولد عمها، ودغية هبطت عينيها وكملت خطاويها. اما داك خونا بقى حاضية حتى غبرات عاد هبط غافل الحنين اللي شافوا اللقطة كاملة. شاف جهة الباب ولقى سيف واقف وكيخنزر فيه، وتر وصل عنده يلا غيقول لي السلام. وهو يزلحو سيف مرحل تسمع صوت الزلحة في الدروج. صيف تهدر من تحت سنانه معصب، معلم موك انك ما تهش عينيك في العيلة رجال. شاب خايف، انا ما عرفتش باللي مزوجة. صيف عاود زلحو، كون مزوجة ما مزوجات ما تهش فيها عينيك، سمعتي؟ الشاب توعد قال لي واخا. صيف طلقو وخونا هرب، وخا قال استغفر الله. شاب قفز خاف لي تجي شي دقة من حيث لا يرى، خرج من الباب كيجري مخلي سيف موراه كيحاول يتهدن. كيفاش جرى يشوف فيها؟ هي ديالو هو بوحدو، وخضر النقاب مي عينيها باقين. كيفتنو تفكرش واحد مقطع من الموضوع كان صيفطاته ليه على النقاب. تذكر فيه سدل ثوب شفاف يغطي العينين،
دارت ليه ام في راسو وخرج مشى ركب في اللوطو وكسير الفيلا وتفكيرو فيها وفي جمالها ومايكاب بغى غير امتى تكون بين يديه. اما صفصف دخلها للصالة بعد ما حيدات العباية والنقاب داخلها مظن قبل قياس كل شي كيشوف فيها وابتسم عارفينها حنانة جلست في بلاصة حدا العروسة وحسناء غمزت حنان صافا ما كيختي هاد الحمورية حنان حابسة الضحكة آه الزين مالكي صافا شافت فيهم وهربات عينيها لا لا والو حسناء بانت عليها بالضحك هي هي على العفيريتا هي ولات مرات الراجل حنان بقات كضحك غيكون حشمها بشي كلمة ديال الحب والغزل حسناء بقات كضحك قالت ليها باينة وهي غتكون بقات غير واقفة وحشمانة اختي وعارفها حنان تزعزع بالضحك واا النقاشة زقا يا اختي غتخسري النقش حنان باقا تضحك واخا سمحي ليا سكتي يا الحمقى سكتي حنان ورا تضحكيني صافا جابوا ليها الضحكة وماتت حتى هي بالضحك هاي 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 ضحكات على سلامتك حنان قالت ليها شوية وتسخف بالحشمة قالت ليها مصافا وصافي خلوني عليكم احنا مخلينك اوف شبع الضحك كلشي تضرني وتا انا الله يخرج هالضحك على خير حسناء وحنان قالت ليها امين اختي صفصف انت اللي طالع لك وصل ليل كان واقف راس درب اللوطو ديالو كيشوف فيهم خرجي العروسة والزغاليت والصلاة على النبي تعالات في المكان عينيه غير عليها هي اللي تتبان ليه وختم مع عامر بنادم ما يعينو غير عليها وردة وسط منهم في نقابة توادعو مع عروسة وكله لدارو خرج من اللوطو ملي شافها جاية في اتجاهه وقفات قدامه تتشوف فيه بعينيها مدمعين بين فيها كان كتبكي حليها الباب دلوطو طلعات ومشى طلع هو الاخر كيشوف فيها ويسولها قال لها واش خالتي ما غاداش صفا بصوتها منغنغ بالبكاء لا غتفات قال لها اوكي ديما اللوطو كثيرة كيشوف فيها غير بالنص عين قال لها علاش كتبكي صفا تتلعب بقفازاتها قالت لها غادي نتوحشها بالسيف ابتسم بلطف وقال ليها هذه سنة الحياة وقت ما بغيتي تمشي عندها نديك صفاء شافت فيه وقالت لي شكرا هو يقول ليها العفو عينيك مالهم قالت لي صفاء سيف مركز في السياقة كيف تنو صفاء عينيها تيرمشو بالزربة حشمها قال لها سيف خاصك ديري السدل صفاء تتشوف فيه مستغربة مي عاجبها غيرتو علاش سيف تهدر بهدوء قلت ليك عينيك كيفتنو وعاد ما بغيت حد يشوف في عينيك من غيري قلت لي صافا وخا سيف بتاسم قال لها الله يرضي عليك وهي تقول ليه امين وصلوا الفيلا وهبط بجوج لقاو جاسم وسامية ناسو طلعوا لبيتهم ودخل كل واحد كيبدل حوايجو خرجت من الحمام لابسة بيجامة وسروال في الكحل مع الفوقاني ديالو في الكحل وفيه نجمة ضاحكة بالبيض جاتها كيوت عشهرها اللي مطلوق لوزة وخلاص جلسات فوق الأريكة متوترة غرازها جلس حداها سيف اللي خرج من دريسينج يشوف فيها وفي شعرها الطويل ولي عمرو شافو تلف مسكين وكيسور راسو واش هاد الزين كامل ديالو ما هي الحاجة اللي دار في حياته مزيانة حتى جازاه ربي ببنت بحال صافا الدين والخلق والجمال بنت ولا في الخيال سيف حنحن شوية عاد نطق وعيني عليها صافا صافا قلبها غيسكت أول مرة ينطق بسميتها هزت عينيها شافت فيه قالت لي العام سيف شد لها إيديه صغيرين ورطيط بين بغيت نشكرك على كل شيء قبلتي تزوجي بالشخص بحالي وخليتيني بلا ما نحس نبغي نتقرب من الله نراسو كنت شخص سكيري وتابع البنات والبيران وبعيد على الله وعيش حياتي في المعاصي ولكن انا تبدلت بفضل الله وبفضلك قدرت نغلب الشيطان ونرجع للطريق عارف راسي كنت قاصح معاك وجرحتك وبغيتك تسامحيني وتبداي معايا صفحة جديدة
صافات تسمع ليه وطايره بالفرحة. عاد ما زادت غرقات في حبه كتر وكتر. وشنو غطلب من الله كتر؟ الشخص اللي تتبغيه واللي دعات ليه بالهداية الليل ونهار، ها هو قدامها تائب مؤمن ونادم على ما فات. زيرات ليه ليدو حتى شاف فيها قهم تاسمة ابتسامتها الملائكية طاهرة الموافقة. سيف المعيني بطريقة زوينة وهز يدو عنده وباسها وقال لها واش تقبلي بيا كزوج ليك في الجنة. صفاء راحتها لا توصف ويبكي دموع الفرح. تسمعها شي حاجة عمرها توقعات تسمعها، نطقات بصوتها العذب والحنين. قالت لي اه. سيف ابتسم ابتسامة زوينة قال لها كنبغيك. صفاء قلبها غير يسكت ومولفاش بهاد الكم الهائل من الرومانسية. هنات راسها حتى طاح شعرها على وجهها مغطيها ومغطي خدودها المحمرة. حكيت ليه حتى انا. سيف قلبه كذلك مسكتش من النبض، كي نبض بسرعة كبيرة بحال التي جري. علاش؟ لا وحبيبته كتعترف قدامه بحبها ليه. مد ايدو ورد لها شعرها مور ودنها حتى بانو خدودها اللي شوية وطرتقو بالحشمة. هز ليها راسها بصباعه الديب فيها وملامحها صوتها حركاتها جمالها خجلها كل شي فيها كيسطيه وما كيخلي ليه لا عقل لا قلب. طبع قبلة على جبينتها قبلة الرضا وحب وعشق. نزل عينيها وباسهم بجوج وخدودها كل خط بوسة دافئة لتخلي صفاء ترجف بين ايديه. واخيرا وليس اخر طبع حب قبلة صغيرة على شفيفها كرزية وبعده هو مساخيش متعطاش المزيد. اما صفصف راه دايبة في تصرفاته وما قادش نطق ولا تحرك. اول قبلة ليه لزوجها حبيبها وسلطان قلبها. سيف نوضو نصليو باش يوفقنا الله في حياتنا الزوجية. صفاء حشمانة وقالت لي واخا ناض. هو دخل توضى وخرج لقاها لبسات عبايتها وشالها وتقاشرها فرسات سجادتين وقالت متوترة تتسناه. مشى لدريسينغ لبس فوقية في البيض جا فيها يحمو ووقف فوق سجادته وهي موراه. أقام الصلاة وبدأوا يصليوا أول صلاة مع بعضياتهم. إحساس زوين أنك تصلي ورا الشخص اللي تتبغيه ومعتبره سندك في الحياة وباللي هو اللي تخلق باش يكون ليك. كمل الصلاة ودار عندها شافها شحال حشمانة ومتوترة وابتسم بلطف كيحاول يهدئها. حط يدو على جبهتها وتلت دعاء وهي سادة عينيها تتسمع صوته. كمل دعاء وتقابل معاها شد لها يديها هزهم لعنده وبازهم بجوج وقال لها بالصوت كيشبه الهمس شنو درت في حياتي حتى تجازيت بيك. حشمانة صفاء ما قادش هدر وقف وقفها معاه. دابا ما غنمشيش عليها بيشوف من دوك العيون. صفاء جاب لها الضحكة هزات في عينيها وضحكات بشوية. قلبي صغير لا يتحمل دابا هاد الزين كامل ديالي بوحدي. صفاء غرقات في حوايجها وكتشوف في سيف. سيف قرب منها بشوية عيون سيف روح سيف. صفاء بقات غير كتشوف فيه. صدمت حيد لها الشعر وطلق شعرها العسلي الحريري واتحدات الأجساد والأرواح ليلة السلم كل واحد فيهم قلبه وجسده الآخر. بعد ثلاثة سنوات ساق اللوطو ديالو وهي جالسة حدا بنقابها وسدلها وبنيتهم صغيرة جالسة اللور في كرسيها المخصص تتلعب واحد نونوس في الغوص صغيرة على قدها وتضحك تتشبل صفاء غير عينيها خارجي العينين سيف قهويين. في طريقهم لوطيل توقفوا واحد المسجد كبير في ماليزيا مسجد كبير وتصميمه جميل وخرافي. هبطوا من اللوطو كيصليوا فيه العصر عاد يمشيوا الاوطيل. هبطت صفاء بنقابها الاسود الجميل المحتشم واللي عاطيها فخامه واناقه في شكل. هبطت بنتها هدايه دات سنتين من عمرها صغيره شدات لها في يديها
وتمو داخلين وسيف حداهم كيشوف في هداية اللي شادة في إيد صافا وتتلعب الزليج اللي في أرضية ساحة المسجد. والناس رجال شباب وولاد صغار داخلين يلبيو نداء الرحمن. اللحظة توقف من اللي سمع الأذان، كان أذان بصوت طفل صغير فيه غنة زوينة ويدا المسجد ضاربة في عينيه. واقف ما كيحركش حتى شاف إيد صغيرة تمدات ليه، مد إيده وشد إيد، وكانت إيد بنته هداية اللي واقفة تشوف فيه وتبتسم. وصافة حداها هذه نفس الحلمة اللي كيحلم قبل 3 سنين، حلمة اللي ما قدرش يشد فيها اليد اللي تمدات ليه، ولكن تحققت وقدر يتمسك بيد الهداية.